تأهل المنتخب الوطني إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في دور ربع النهائي من المسابقة. تقدم سفيان بوفال للمغرب في الدقيقة 7 من علامة الجزاء قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل لمنتخب الفراعنة في الدقيقة 53. ثم الدقيقة 100 أحرز محمود حسن تريزيجي هدف الفوز والتأهل لمنتخب مصر. وعقب المباراة حرزت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تهنئة المنتخب الوطني بعد التأهل للدور نصف النهائي، نشرت الصفحة الرسمية للكاف عبر موقع تويتر صورة لفرحة المنتخب الوطني بالفوز، وكتبت: الفراعنة ما بين الأربعة النهائيين للمرة الثانية في آخر 3 إصدارات من البطولة. هذا وقد حصد قائد المنتخب المصري محمد صلاح على جائزة رجل مباراة مصر والمغرب بكأس الأمم الأفريقية. سجل صلاح هدفا وصنع آخرا ليقود الفراعنة الوصول لدور نصف النهائي. لازلنا مشاهدين في أصداء فوز المنتخب المصري اليوم، حيث حرص نادي ليفربول الإنجليزي على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح على قيادته لمنتخب مصر للفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف بجانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة. نشر الحساب الرسمي لليفربول على تويتر صورة لصلاح معلقا عليها: هدف وتمريرة حاسمة وأداء ملكي بامتياز. تهانينا إلى العظيم محمد صلاح الذي قاد المنتخب المصري إلى دور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية. للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي جمال الزويلي. أستاذ جمال برحب بك، يعني أعتقد ده المباراة الثانية على التوالي اللي هو يكون الأداء منتخب مصر بيقنع الجماهير المصرية المتابعة. تحياتي أولا لحضرتك وألف مبروك لمصر كلها على الأداء المقنع الرجولي الرائع على مدار المباراتين الأخيرتين أمام كوت ديفوار وأمام المغرب. وهنا يعني أهمية الأداء ده والنتيجة إنها أمام فريقين بيمتازوا بالمستوى الفني الرفيع. يعني كلنا كنا معجبين جدا قبل ما نلتقي مع المغرب وقبل ما نلتقي مع كوت ديفوار بأداء الفريقين. استاذ جمال يعني سريعا، ما الذي تغير في اداء المنتخب المصري في الماتشين الاخريين؟ الروح فقط. انا من وجهه نظري، لان لما تيجي تقارن التشكيل اللي لعب بيه المنتخب على مدار الماتشات بتاع البطوله هتجد ان هو تقريبا تشكيل ثابت. الحاجه الوحيده يمكن الروح المعنويه والروح القتاليه العاليه جدا اللي أدى بيها لعيبة منتخب مصر، بالإضافة لعودة اللاعبين إلى مراكزهم الأصلية بعد ما استقر كيروش على أنهم يعودوا أو يلعب بنفس التشكيلة كل لاعب في مكانه. أعتقد أنه نجح إلى حد كبير في أنه يخلي كل لعيب يطلع أكتر طاقة عنده. عظيم جدا. وأضيف إلى ذلك برضو يا أستاذ رجائي حاجة مهمة. اتفضل. الانتقادات التي كانت متجاوزة أحيانا للاعبي منتخب مصر في مباريات الدور الأول للبطولة أعتقد أن هي رفعت مستوى التحدي عند اللعيبة لإثبات وجودها، وهذا هو ما نريده. نعم. في النهاية يعني. عظيم جدا. طيب احنا النهاردة تابعنا كان فيه للأسف الشديد عدد كبير جدا من الإصابات التي ضربت اللعيبة الأساسية في المنتخب المصري. توقعاتك لسيناريو المباراة القادمة، مباراة مهمة جدا أمام صاحب الأرض الكاميرون. طبعا المباراة القادمة بلا شك أنها تكون مباراة صعبة جدا، لكن احنا قلنا قبل كده مباراة المغرب صعبة جدا، مباراة كوت ديفوار صعبة جدا. طبعا الصعوبة تزداد أمام الفريق المضيف اللي هو صاحب الأرض والجمهور، واللي غالبا بيكون التحكيم متعاطف معاه أكتر، إضافة طبعا للعوامل اللي حضرتك قلتها. معلش يا فندم، أكتر من كده يعني؟ نعم. أكتر من كده؟ ممكن. لا بس أنا عايز أقول إن الروح القوية اللي بنلعب بيها ممكن تعوض أي حاجة. نعم. يعني أنت ممكن تتعرض لظلم تحكيمي ولكن أنت عندك الإصرار
انك تكمل بنفس القوة وبنفس الكفاءة هتنجح، بدليل ان انت النهاردة امام المغرب منتخب المغرب تقدم عليك في الدقيقة 4 من الشوط الاول من بداية المباراة. صحيح صحيح. انا بقول رب ضارة النافعة، لانه هذا التقدم المبكر ده اللي حفز اللعيبة بتاعتنا ان هم يتعادلوا ويكسبوا كمان. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا، ناقد رياضي استاذ جمال الزهيري كنت معنا عبر الهاتف، اشكرك شكرا جزيلا. اكتفى النادي الاهلي مشاهدينا بالتعادل الايجابي بهدف المثلي مع ضيفي البنك الاهلي في الجوله الاخيره من المجموعه الثانيه ببطوله كاس الرابطه. بهذا التعادل رفع النادي الاهلي رصيده الى 4 نقاط في المركز الاخير بالمجموعه، بينما يحتل البنك الاهلي المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط لكن يتفوق بفارق الاهداف عن الاهلي. يلا سلامة قبل رجالة حصد المنتخب الوطني للكاراتيه ميداليتين برونزيتين ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتيه المقام حاليا في اسبانيا. حققت لاعبات المنتخب الوطني للكاتا المكون من شهد صديق ونادية سيد وحبيبة احمد ونهى عمرو وآية هشام وايضا اسماء محمود، حققوا ميداليتين برونزيتين في منافسات اليوم الاحد من الدوري العالمي للكاراتيه. نهاية مشاهدينا هذه الوقفة الرياضية، عودة مجددا إلى الزملاء دينا وياسر، ألف ألف مبروك للمنتخب المصري. ألف مبروك يا رجائي ومبروك لمصر كلها، وإن شاء الله يعني نفوز في التأهل في دور النصف النهائي إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك.